حاجه في المركز تلاميذي بناتي ابنائي تلاميذي عجوان 2024 أعطيت إشارة انطلاق الامتحان من طرف السيد ولي الولاية عبر 16 مركز إجراء، حيث بلغ عدد المترشحين 4428 مترشح، يؤطر العملية 3151 مؤطر عبر 16 مركز إجراء. هناك كذلك حافلات لنقل المؤطرين، ويوجد مؤطر لكل نقطة انطلاق يؤطر عملية نقل المؤطرين إلى مركز لكي يكونوا في الوقت المحدد. كذلك هناك 236 حجرة مكيفة مهيئة إن شاء الله لإجراء أبنائنا التلاميذ في ظروف جد عادية. هناك كذلك مراكز لركن السيارات للمؤطرين لكي يعم الهدوء والاستقرار في مراكز الإجراء بعيدا عن مراكز الإجراء. هناك كذلك مراكز الإطعام للمؤطرين يقدموا الوجبة الساخنة للمؤطرين، وهذه الوجبة تحت إشراف مديرية الصحة ومديرية الفلاحة ومديرية التجارة بالمشاركة مديرية التربية. هناك كذلك شيء جديد في هذا السنة، فتح مركز جديد وهو مركز شنوفي شريف بالشعيباء الذي ساعد المترشحين من عناء التنقل إلى مركز الإجراء الدوسن السنة الماضية.